منظومات دفاعية منوعة وأسلحة مختلفة بكامل ملحقاتها تستخدم في الجو كما في البحر والبر. جمعها المعرض الدولي الشامل للدفاع في مملكة البحرين في نسخته الأولى بمشاركة دولية واسعة. التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتحالف العربي أصبح يعني تحالف فعال وقائم بدور كبير لأجل الأمن والأمان ومكافحة الإرهاب في المنطقة. نرى أن هذه المنطقة منطقة يعني شادة بمواضيع الإرهاب ومكافحته ومكافحة الفكر المتطرف ومكافحة تمويل الإرهاب أيضا، ولله الحمد هناك تحالف يردع هذه المحاولات ويردع هذه الأيادي الممولة للإرهاب، وأيضا مكافحة ليست فقط مواضيع الإرهاب بل التهديدات الكبرى مثل أسلحة الدمار الشامل والاعتداءات وبالفكر وبالدعم وإلى آخر اللي زعزعت أمن وأمان الدول. وشهد المعرض الذي انطلقت فعالياته الاثنين مشاركة 180 عارضا ومصنعا دوليا ومزودا لأحدث المعدات والتقنيات والأنظمة العسكرية الدفاعية. شاركت فيها 60 دولة من مختلف دول العالم بمنتجاتها، إضافة إلى مؤتمر سيشهد مشاركة 800 مختص و20 متحدثا من مختلف دول العالم. البحرين بلد شقيق للمملكة العربية السعودية، وتواجدنا ضروري جدا في هذه المعارض وقد استفدنا كثيرا منها. فعندنا والله الحمد يعني عدة صناعات مركزين عليها هنا في المعرض، مثل ما تشوفون هنا سواء للعربات اللي نعرضها هنا، العربات المدرعة وأيضا الطيارات بدون طيار والذخيرة، وفي عدة شركات هنا تشتغل معنا سواء من تركيا أو من فرنسا يشاركوننا في هذه الصناعات، والمستقبل يبشر بالخير في ظل الرؤية القادمة إن شاء الله. إمكانيات عسكرية للدفاع ومكافحة الإرهاب وتحالفات عسكرية إسلامية وعربية تعرض تجاربها في منطقة يحيط بها التوتر من جبهات مختلفة. بدر الشهري، العربية، المنامة.